مقترح أمريكي قد يكون مفتاح لنجاح المفاوضات بين الاحتلال وحركة حماس حول تبادل المحتجزين وإنهاء القتال في قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 10 أشهر. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع بحلول نهاية الأسبوع المقبل، بينما يحاول في الوقت نفسه ردع إيران وحزب الله اللبناني عن شن هجوم على إسرائيل من شأنه أن يقوض تلك الجهود. موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أشار إلى أن بايدن ومساعديه يقولون إنهم يشعرون بأنهم أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر. وبحسب المؤشرات يتضمن الاقتراح الأمريكي تحديد مقترح لعدد المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم في الخطوة الأولى، ويقضي بإطلاق سراح النساء والجنود أولاً، بحيث تكون هناك أولوية لإطلاق سراح الرهائن الأحياء، على أن يقوم الاحتلال من جانبه بالإفراج عن 47 أسيراً فلسطينياً كانوا قد أفرج عنهم إبان صفقة جلعاد شريط قبل سنوات وأعيد سجنهم في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم ملخصات أكثر تفصيلاً عن تحركات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة. مصادر مطلعة أفادت بأنه من المتوقع أن تناقش هذه القضايا جنباً إلى جنب مع قضايا محوري صلاح الدين ونتسريم في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع فريق التفاوض قبل أن يغادر إلى القاهرة. ووفقاً للمصادر فإن الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى القاهرة سيناقش مع فريق أمريكي ومصري التوصل إلى نتائج بشأن الترتيبات الأمنية على طول محور صلاح الدين وإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بينما تشير المصادر إلى أن حركة حماس لا تعتزم التنازل عن أي شيء أقل من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من تلك المناطق.